إذا كان لديك العديد من الجداول في ملف إكسل وأردت إظهار جميع هذه الجداول في صفحة واحدة، بحيث عندما تضغط على هذا السهم تنبثق لك قائمة تحتوي على جميع هذه الجداول. عندما تضغط على الجدول الأول يخرج لك معلومات الجدول الأول، كذلك عندما تضغط على الجدول الثاني تخرج لك المعلومات الخاصة بالجدول الثاني، وكذلك بالنسبة لبقية الجداول. للاستفادة من هذه الطريقة، سواء كيفية إنشاء قائمة بهذا الشكل وكيفية إظهار بقية الجداول في نفس الصفحة، تابع معي الطريقة. أول شيء تقوم به وهو تسمية الجداول، الجدول الأول والثاني والثالث. تقوم بتظليل الجدول ثم تضغط بيمين الفأرة ثم تجد Define Name، أو تقوم بتظليل الجدول بهذا الشكل وتضغط على Table Design ثم تجد هنا Table Name وتضع له اسم. أنا سأسميه BI بمعنى Project 1 وضغط Enter، ثم أقوم بتسمية الجدول الثاني بنفس الطريقة، سأسميه BII بهذا الشكل ثم أضغط Enter بنفس الطريقة بالنسبة للجدول الثالث. الآن قمنا بتسمية الجداول الثلاثة، ثم نقوم بإنشاء صفحة فارغة لكي ننشئ قائمة تحتوي على الجدول الأول والثاني والثالث، وذلك بكتابة هنا قائمة أو ليست، وهنا نكتب Project 1, Project 2, Project 3. ثم نقوم بإنشاء صفحة فارغة تشبه الجدول الأول والثاني والثالث، إلا أنها فارغة لا تحتوي على المعطيات. ثم نقوم بتظليل هذه الخانة ونضغط على Data، ثم نضغط على Data Validation بهذا الشكل، ثم نضغط على هذا السهم ونختار List، ثم نضع المؤشر في هذا المكان ونذهب إلى الشيت الذي يحتوي على القائمة، ثم نقوم بتظليل القائمة بهذا الشكل ثم نضغط OK. الآن عندما نضغط على هذه الخانة نجد هذا السهم، عندما نضغط عليه تنبثق لنا القائمة بهذا الشكل. ثم في هذه الخانة نقوم بكتابة الدالة التي تقوم بإظهار الجداول في هذا المكان، نكتب يساوي if، فيقوم برنامج إكسل باقتراح الدالة if في هذا المكان، نضغط عليها مرتين ثم نظلل هذه الخانة ونكتب يساوي quotation mark، نكتب project i كما هي مكتوبة في هذه الخانة، فإذا أخطأنا في الكتابة فإن الدالة لن تعمل، ثم نكتب quotation mark من جديد، ثم نكتب فاصلة، ثم نكتب bi، فيقترح علينا برنامج إكسل الجداول التي قمنا بتسميتها، نضغط على اسم الجدول الأول مرتين، ثم نكتب فاصلة، ثم نكتب الدالة F من جديد، ونفتح قوس، ثم نظلل نفس الخانة، ونكتب يساوي quotation mark، ونكتب project 2 كما هي مكتوبة في هذه الخانة، ثم نكتب quotation mark، ثم فاصلة، ثم نكتب B2I، فيقترح علينا برنامج إكسل تسمية الجدول الثاني، نضغط عليها مرتين، ثم نكتب فاصلة B3I، ثم نغلق القوس الأول ونغلق القوس الثاني، ثم نضغط Enter. الآن تم إظهار الجدول الثاني، لأن في هذه الخانة مكتوب Project 2. إذا ظللنا الخانة وضغطنا على هذا السهم وضغطنا على الجدول الأول، فسيقوم بإظهار معطيات الجدول الأول.